لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وزي ما عودناكم دايما بنحاول ننقل لكم الصورة لحظة بلحظة. يمكن زي ما احنا شايفين أتوبيس الخاص بالنادي الأهلي وصل خلاص لمقر الإقامة عشان ياخد خلاص لاعبي الفريق وكلهم طبعا لاستاد القاهرة الدولي واللي هتقام عليه هذه المباراة. لكن تعالوا نخش كده الأتوبيس ونوضح الصورة أكتر ونبين للجمهور الأتوبيس الخاص بلاعبي النادي الأهلي. عم نور، عم نور عامل ايه؟ كله تمام. النهارده طبعا مباراه القمه، عم نور شايف المباراه ازاي وتوقعاتك ليها؟ ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله الابطال هيفرحونا النهارده ان شاء الله باذن الله. قول لي طقوس لعيبه النادي الاهلي هم في الاتوبيس كده قبل المباريات المهمه بتبقى عامله ازاي؟ والله يعني بتبقى في اتم الثبات، يعني ما شاء الله عليهم الحمد لله، يعني وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، اتمنى لهم التوفيق. بيبقوا مركزين بقى وكده ما بيفكروش غير في الماتش؟ طبعا طبعا. طيب انت الاجواء طبعا في الاتوبيس في مباراه قمه زي مباراه اهلي وزمالك بتبقى مختلفه شويه عن اجواء اي مباراه؟ والله بيبقى في تركيز يعني قبل المباراه ولغايه لما ان شاء الله بنوصل الاستاد، وببقى في اتم الصمود يعني ان شاء الله باذن الله لغايه لما يتم المباراه على خير ان شاء الله باذن الله. مش عايز اسبق الاحداث بس ان شاء الله لما بنكسب مباريات كبيره زي دي ان شاء الله، يعني النهارده كمان، قول لي الاجواء برضو اللعيبه بيبقوا عاملين ايه في الاوتوبيس، بيحتفلوا، بتبقى الدنيا بالنسبه لهم ماشيه ازاي؟ وطبعا بيبقى في اتم السعاده، سعاده بهجه انهم فرحوا جميع الجمهور اللي مترقب الفوز طبعا. شكرا عم نور، الله يخليك يا حبيبي. ان شاء الله طبعا زي ما انتم شفتوا ده كان لقائنا مع عم نور، اكيد قبل تحرك الاتوبيس لاستاد القاهره ومباراه الاهلي والزمالك هسيبكم شويه مع بعض اللقطات لاتوبيس النادي الاهلي قبل انطلاق هذه المباراه، وده الاتوبيس طبعا اللي هيقل لاعبي النادي الاهلي في اتجاههم لاستاد القاهره لخوض هذا اللقاء الهام ما بين الاهلي والزمالك.